هذه صورة لطائرة إيرباص A380، وكنت أتساءل كم يلزم هذه الطائرة من وقت للإقلاع؟ ونظرت لسرعتها عند الإقلاع. عند الإقلاع take off velocity، وعلمت أنها تقدر ب280 كيلومتر في الساعة. ولنجعل هذه القيمة سرعة متجهة velocity، علينا أن نحدد اتجاهها، والاتجاه هو اتجاه المدرج، وهذا هو الاتجاه الموجب. عندما نتحدث عن التسارع سنعتبر أنه في هذا الاتجاه، اتجاه المدرج. وتمعنت أيضا في خصائصه، وسأبسطها قليلا لأن الطائرة لن يكون لها تسارع ثابت تماما، ولكن لنقل من اللحظة التي يقول فيها الطيار سنقلع إلى اللحظة التي يقلع فيها فعليا يكون تسارع الطائرة ثابتا. محركاتها قادرة على إعطاء تسارع ثابت، تسارع بمقدار متر واحد في الثانية، في الثانية acceleration 1 متر لكل ثانية، لكل ثانية. لذلك بعد كل ثانية تستطيع الطائرة أن تزيد سرعتها بمتر في الثانية، ستكون أسرع مما كانت عليه في بداية الثانية الأولى. وطريقة أخرى لكتابة ذلك، هذه تساوي 1 متر لكل متر في الثانية في الثانية، تساوي التي يمكننا كتابتها أيضا متر في الثانية المربعة. أعتقد أن ذلك أكثر وضوحا وأكثر أناقة عند الكتابة. لننظر في ذلك. أولا نحاول الإجابة عن السؤال، كم يستغرق الإقلاع؟ How long does take off last؟ هذا هو السؤال الذي سنحاول الإجابة عنه، ولنجيب عنه على الأقل بشكل عقلي. يحتاج لأن يكون لدينا تسارع بوحدات المتر والثانية أو الثانية المربعة، وهنا لدينا سرعات الإقلاع بوحدات الكيلومتر والساعات. لنقوم فقط بتحويل سرعة الإقلاع هذه لمتر في الثانية، وبالتالي نستطيع الإجابة عن هذا السؤال. إن أخذنا سرعة 280 كيلومتر لكل ساعة، فكيف نحولها إلى متر لكل ثانية؟ لنحولها إلى كيلومتر لكل ثانية. أولا نريد التخلص من الساعة، وأفضل طريقة للقيام بذلك إذا كان لدينا ساعات، نريد ساعة في البسط وثانية في المقام. فبما نضرب هذا العدد إذن؟ أو ماذا نضع أمام ساعات وثواني؟ الساعة تحتوي على 3600 ثانية و60 ثانية في الدقيقة، 60 دقيقة في الساعة، وهكذا. واحد من الوحدة الأكبر تساوي 3600 من الوحدة الأصغر، وبالتالي يمكن أن نضرب بهذا، وإن قمنا بذلك ستحذف الساعات ونحصل على 280 مقسومة على 3600. لذلك لنقوم بتحويل أيضا الكيلومترات إلى أمتار. لذلك مرة أخرى لدينا كيلومترات في البسط، ونريد كيلومترات في المقام الآن لنقوم بحذفها، ونريد أمتارا في البسط، وأي وحدة أصغر؟ إنها الأمتار، ونريد 1000 متر لكل 1 كيلومتر. وحين تضرب ذلك ستلغى الكيلومترات، ويبقى لدينا 280 ضرب 1000 مقسومة على 3600. إذن 280 ضرب 1000 على 3600. ويبقى لدينا الوحدات متر في الثانية، متر في الثانية. لنخرج حاسبتي الجديرة بثقة ونقوم بحساب ذلك. لدينا 280 ضرب 1000،
هذا يعطينا 280,000، ولكن لنقسم ذلك على 3,600، وذلك يعطينا 77.7. عندي رقمان مفيدان بعد الفاصلة في كل من القيم الأصلية، لدي 1.0، ولست متأكد من الأرقام المفيدة التي لدينا. هل تم اعتماد العشرات في خصائص السرعة؟ أما أن السرعة تساوي تماما 280 كيلومتر لكل ساعة، لذلك لدينا رقمان بعد الفاصلة، لذلك يجب أن يكون لدي رقمان في الإجابة. سنعتبر إذن هذه 78 متر لكل ثانية، هذه تساوي 78 متر لكل ثانية، وهي سرعة كبيرة لتقلع هذه الطائرة. في كل ثانية تمر يجب أن تقطع طائرة 78 مترا، وهو ما يمثل 3/4 من طول ملعب كرة في كل ثانية، ولكن ليس ذلك ما نحاول معرفته، نريد أن نعلم كم ستستغرق للإقلاع، نستطيع أن نقوم بذلك في عقولنا إن فكرنا في ذلك. التسارع يساوي مترا في الثانية في الثانية، وذلك يعطينا بعد كل ثانية تزيد سرعة الطائرة بواحد متر لكل ثانية. إذا بدأنا بسرعة صفر بعد ثانية واحدة تصبح 1 متر لكل ثانية، بعد ثانيتين تصبح 2 متر لكل ثانية، وبعد 3 ثواني تصبح 3 متر لكل ثانية. كم ستستغرق الطائرة إذن لتصبح سرعتها 78 متر لكل ثانية؟ ستستغرق 78 ثانية، ستستغرق 78 ثانية تقريبا، أو 1.18 دقيقة. ولنتأكد من ذلك بتعريفنا للتسارع، إذن تذكر فقط التسارع وهو قيمة متجهة، واتجاهها الذي نتحدث عنه هي باتجاه المدرج. التسارع يساوي تغير السرعة على التغير في الزمن، ونريد أن نحل كم يستغرق من الوقت أو تغير الوقت. لنقوم بذلك، نضرب الجهتين بالتغير في الوقت دلتا تي، ونحصل على التغير في الوقت ضرب التسارع، وهو يساوي التغير في السرعة دلتا في. ولحل التغير في الوقت نقسم الجهتين على التسارع، ونحصل على التغير في الوقت. أستطيع أن أذهب هنا، لكنني أريد أن أستعمل كل ما أمتلكه هنا. لدي تغير في الزمن يساوي تغير في السرعة مقسوما على التسارع، وفي هذه الحالة ما هو التغير في السرعة؟ حسنا، نبدأ بالسرعة، نعتبر أننا نبدأ بسرعة 0 متر لكل ثانية، ونريد أن نصل لسرعة 78 متر لكل ثانية، لذلك فإن التغير في السرعة هو 78 متر لكل ثانية، وهذا يساوي في حالتنا تغيرا في السرعة ب 78 متر لكل ثانية. أخذ السرعة النهائية وهي 78 متر، وأحذفها مع السرعة الابتدائية وهي 0، ونحصل على ذلك مقسوم على التسارع مقسوم على 1 متر لكل ثانية في الثانية، أو 1 متر لكل ثانية تربيع. ولدينا أرقام سهلة للغاية، لدينا 78 مقسوم على 1 وهي 78، وفيما يخص الوحدات لدينا متر في الثانية، وبالتالي إذا قسمت على متر لكل ثانية تربيع يكون ذلك نفس الشيء إذا ضربنا بثوان مربعة في المتر. حسنا، إن نقسم على شيء يعادل أن نضرب بمقلوبه، ونستطيع أن نقوم بنفس الشيء بخصوص الوحدات، وبالتالي تلغى الأمتار،
وبقسمة ثواني المربع على الثواني نحصل على الثواني، مرة أخرى نحصل على 78 ثانية، أكثر قليلا من دقيقة واحدة لتقلع هذه الطائرة.